اهلا بيكم ومرحب طبعا النهارده بقى هنستعمل الميكروفون كده نشوف الاخبار ايه والصوت هيبقى احسن ولا لا طبعا اللي انا عايز اقوله حاجه واحده بس هو الاسئله اللي ما زالت بتجيلي يا دكتور نعالج السكر التراكمي ازاي وموضوع مقاومه الانسولين ودي حاجه مهما نقول كل يوم فيديو كل ما هيكون برضو الاسئلة عليه كتير ممكن تكون ناس لسه اول مرة تخش القناة وما سمعتش خالص بموضوع مقاومة الانسولين ولا السكر التراكمي ولا الحاجات دي خالص اللي احنا عايزين نقوله يا جماعة ان الموضوع السكر التراكمي هو مش مرض ده تحليل احنا بنعالج السكر يقوم السكر التراكمي ينزل فما يجي حد يسأل علاج السكر التراكمي يا دكتور اقول له علاج السكر التراكمي هو علاج السكر فعشان كده لازم نفهم كويس جدا ان علاج السكر التراكمي هو علاج ايه السكر طيب اعالج السكر ازاي قلنا النوع الثاني علاجه صيام المتقطع وكربوهيدرات قليل والعلاج الحبوب هل بناخد انسولين لمرضى السكر النوع الثاني في بعض الحالات وليس كل الحالات والصح ان احنا ما نستعملش طبعا الانسولين في النوع الثاني لانه هو عنده مقاومه انسولين ايه مقاومه الانسولين يا دكتور تاني هقول لكم هو قدره الجسم الجسم غير قادر على ان هو يستقبل الانسولين اللي موجود فيه لان عنده مقاومه البيبان كلها متقفله والانسولين بيزيد اقوم انا اجي اديله انسولين تاني فطبعا مش هينفع ففي الحاله دي يعني الانسولين هيبقى غلط ان احنا نعالج بيه طب اعالج ازاي ان انا أقلل الحاجة اللي تخليني أطلع أنسولين من البنكرياس، طب الأنسولين بيطلع من البنكرياس إمتى؟ الأنسولين بيطلع من البنكرياس لما يكون في كربوهيدرات أو نشويات في الأكل أو كمية بروتين كتيرة، الدهون ما بتطلعش الأنسولين. إذا لو أنا وقفت الكربوهيدرات والنشويات كلها النشويات كلها وقفت الكربوهيدرات كلها والخبز والرز والمكرونة والعيش والسكر والحاجات دي كلها، كل ده هيساعد إن الأنسولين إيه؟ ما يطلعش. يقوم بعد كده السكر اللي جوه الخلايا والكبد والعضلات يبدأ يطلع يبدأ يطلع هنلاقي في الأول تحليل السكر عالي بعد أسبوع التاني السكر بيبدأ يقل الصايم بيبدأ يقل وبعد كده بنلاقي السكر اتظبط جدًا مع قليل من الأدوية التي لا تؤثر على البنكرياس وتعمل إرهاق للبنكرياس أرجو أن تكون المعلومة وصلت وتحياتي ليكم أشكركم شكرًا جزيلاً